افضل نوع نعجنه مع الماعز البور الاصلي. طبعا زي ما احنا عارفين افضل نوع من وجهة نظري انا هو الفرنساوي مع البور عن تجربة، وتاني حاجة ينفع اللي هو الشامي مع البور. دول احسن نوعين ممكن نهجنهم، وبعد كده اي نوع ينفع بس ابعد عن البلدي عشان اللبن بتاعه قليل ما بيكفيش المواليد. ده عن تجربة.